حكايتنا التي سنحكيها لكم اليوم ابتدأت أحرفها الأولى منذ عهد المصريين القدماء، لتتطور وتصبح أسطورة عبر العصور، ولتدخل كل المنازل والقصور، وأصبحت صديقة الصغير والكبير، وضيفة الغني والفقير. نعم، إنها هي الأسطورة الشهيرة، حبات فول بلدنا الذهبية الرائعة. سنأخذكم اليوم معنا في جولة ممتعة للتعرف على المراحل التي تمر بها حبات فول بلدنا الذهبية الفاخرة لتصلكم بطعمها اللذيذ الرائع، حيث يبدأ اهتمامنا بالجودة من اختيارنا حبات الفول الذهبية من المحاصيل الإنجليزية حصراً، والمعروفة بجودتها العالية والخالية من المواد المعدلة وراثياً. فبعد وصول حبات الفول يتم غسلها ونقعها بالماء في أحواض كبيرة، ومن هنا البداية. يتم نقل حبات الفول الذهبية عبر خط السير إلى داخل أحواض التعقيم، حيث يتم تعقيمها بالماء المغلي على درجة حرارة عالية جداً، ويتم سلقها لتصل إلى مرحلة نصف النضوج. ثم تبدأ حبات الفول الذهبية بالخروج من مرحلة السلق والتعقيم لتتابع طريقها على خط سير ليتم غسلها، ومن ثم تبريدها، ويتم تشكيلها يدوياً لاستبعاد أي حبات لونها غامق. وبعد ذلك تتابع حبات فول بلدنا الذهبية لتنتقل عبر خط السير الشاقولي إلى مكنات التعبئة، حيث يتم على خط السير وضع عبوات بلدنا المعدنية الأنيقة لتتابع سيرها باتجاه مكنات التعبئة، وتتم برمجة الوزن المطلوب لتعبأ حبات الفول الذهبية آلياً ضمن عبوات بلدنا. وهنا يتم وضعها ضمن مكسرات كبيرة لتحضير الصوص المناسب لخلطة اليوم، وخلطتنا لليوم هي فول بلدنا الإسكندراني بالطحينة. فيتم هنا تحضير الخلطة من أجود أنواع الطحينة السورية البلدية، ومن ثم تتابع العبوات طريقها ليتم ضخ الطحينة الفاخرة فيها، وتتابع العبوات طريقها لتدخل إلى مرحلة إحكام الإغلاق، حيث يتم إغلاق الغطاء العلوي بتقنية ضغط البخار، ويقوم الحساس الموجود في آخر مرحلة من مراحل إحكام الإغلاق بقياس ضغط العبوة واستبعاد أي عبوة فيها خلل بإحكام الإغلاق إن وجدت. وهنا نصل إلى المرحلة الأهم في عالم صناعة الفول، وهي مرحلة الحضن داخل أوتوغلافات ضخمة تعمل بتكنولوجيا عالية، حيث تتم عملية طبخ عبوات الفول وتعقيمها بعد تعبئتها وأحكام إغلاقها، وذلك بدرجات حرارة عالية جداً تتجاوز 100 درجة، وبضغط عال جداً بالزمن الكافي لضمان عدم وجود أي بكتيريا هوائية مهما كانت نسبتها، ولذلك تسمى بمرحلة الحضن والتعقيم. وفي نهاية مرحلة الحضن والتعقيم يتم داخل الأوتوغلاف إعادة غسل العبوات بالماء المغلي، ومن ثم إخراجها خارج الأوتوغلافات، حيث تأتي مهمة قسم مراقبة الجودة والمختبرات. وهنا يقوم الفنيون بأخذ عينات ليتم فحصها وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، ووضع عينات منها في قسم الأرشيف. وبعد ذلك تتابع العبوات طريقها لتصل إلى قسم التغليف الآلي لضمان سلامة البضاعة أثناء نقلها وتخزينها، ولتصلكم عبوات فول بلدنا الفاخرة والمطابقة لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية بخلطاته المتعددة والرائعة التي جمعتها لكم بلدنا من كل البلاد العربية. الفول المصري الإسكندراني بالطحينة البلدية، الفول الفلسطيني الحار مع حبات الحمص.
الفول اللبناني الشهير بزيت الزيتون والحبق، الفول الشامي العريق مع حبات الحمص الذهبية، الفول العراقي الحبة الكبيرة الفاخرة بنكهتيه الكمون السادة والحار، وأخيراً الفول المدمس السادة بدون إضافات لتكوينه حسب رغبتكم. ونفتخر في شركة بلدنا بثقتكم وخدمتكم، وكما نقول دائماً بلدنا كل بركة. بلدنا كل بركة، بلدنا كل بركة.